مساء الخير. بالطبع على مدار ال 24 ساعة اللي فاتوا كان شغل المنطقة الشاغل والخبر الرئيسي في صدر وسائل الإعلام سواء محلية سواء عربية وعالمية كان خبر وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وتولي الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم في البلاد. بعيدا عن جمل العزاء البروتوكولية بدا ان في حزن حقيقي على وفاة الملك عبد الله وبدا ان جهوده على مستوى اتمام مصالحات بين الفرقاء في العالم العربي والاسلامي لسه حاضرة في الذاكرة. شفنا حتى المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي شفنا ازاي انه في مش حتى بس سياسيا ولكن المواطنين العاديين كان عندهم حزن النهارده على رحيل العاهل السعودي. النهارده عندنا حلقه خاصه من الصحافه اليوم هنتطرق فيها بالتحليل وبقراءه الصحف لهذا الحدث المهم اللي ليه تداعياته على المنطقه كلها. ممكن يكون ليه امتدادات عالميه ابعد من حدود السعوديه ومحيطها العربي. العناوين اللي شغلت الصحافه العربيه والاجنبيه كانت كتيره وكانت متداخله. أولها كان متعلق بطبيعة الملك الجديد سلمان بن عبد العزيز وتانيها بشكل مسلسل الصعود داخل الأسرة المالكة لجيل على حساب جيل وتعقيدات الأمر ده داخليا. الصحف كمان عالجت منهج الملك عبد الله في الحكم واللي كان بيوصف بأنه إصلاحي وأنه على مدار سنوات حكمه ازاي عمل اصلاحات حقيقيه في المملكه. وبتحاول كمان الصحافه انها تستشرف شكل المملكه مع الملك سلمان. كمان تعرضت التغطيات للملفات القلقه اللي بتنتظر الملك الجديد. خاصه انه في توتر بالغ بتشهده الحدود السعوديه، سواء اللي بيحصل في اليمن زي ما حضراتكم شفتوا التطورات اللي حصلت في اليمن على مدار الايام اللي فاتت. والصراعات الموجودة هناك وكمان من على الجانب الآخر الحديث عن الشروع في إقامة جدار عازل مع العراق علشان خاطر الخطر وتجنب المواجهة مع داعش. ده كله فضلا عن ملف باكستان والقضية السعودية الأبرز والأكثر إثارة للقلق إيران. كمان الدولة الأهم إقليميا في المنطقة بالنسبة للمملكة وهي مصر، وزي ما حضرتكم شفتوا أنه إزاي بداية يعني على طول المدى بنشوف إزاي أنه كان في دعم سعودي لمصر وخاصة شفنا إزاي أنه هو بيزيد وكانوا يعني كان دعم شديد وكبير بعد 30/6. كل ده بيجي كمان جنبا الى جنب مع ازمه البترول اللي بتجتاح العالم. وكمان في ظل محاولات السعوديه انها تتماسك داخليا في وسط الموجات من الحروب والصراعات والثروات والانقسامات والانشقاقات اللي بتجتاح المنطقه كلها. احنا معانا هاتفيا الاستاذ عبد الرحمن الطريري من السعوديه وهو الكاتب السعودي. مساء الخير يا استاذ عبد الرحمن. الخير استاذ لبنى. كيف سيكون شكل المملكه ما بين الحقبتين ما بين الملك عبد الله الملك الراحل والملك سلمان الملك الجديد، كيف سيكون وكيف تراه؟ ابتداء تحياتي لك وللشعب المصري العظيم في ذكرى 25 يناير الثوره المجيده. اعتقد انه لن يكون هناك خلاف كبير بين فتره الملك عبد الله عفوا الملك سلمان. السياسه السعوديه عاده ثابته، تغير الاشخاص لا تغير في امور استراتيجيه مثل العلاقه بين السعوديه ومصر. في عهد الملك عبد العزيز الله يرحمه المؤسس عندما توفي وسط جميع ابنائه بمصر وبضروره بقاء علاقات وثيقه مع الشقيق المهم مصر. أستاذ عبد الرحمن
اي معاك، اتفضلي. استاذ عبد الرحمن، طيب يعني هل تعتقد انه الملك سلمان سيسير على نفس خطى الملك عبد الله، خاصه فيما يتعلق بالقضايا المتعلقه بمنطقه الشرق الاوسط؟ بلا شك هو لا يوجد اختلاف، يعني في النهايه خادم الحرمين الملك سلمان هو كان ولي العهد. اعتقد في ادراك عند الاداره السعوديه الى مخطط الفوضى الخلاقه، محاوله تقسيم الدول العربيه كثيره. اعتقد ان الموقف كان موقف سعودي ليس موقف اشخاص، مع اهميه تصريحات الملك عبد الله والتي قدمت الدعم السياسي لمصر عندما حاولت ان تجذب الى نفق مغلق. التحديات كبيره في المنطقه، في سوريا، في العراق، في اليمن. اليوم العالم العربي لو لم تكن السعوديه ومصر متضامنتان بقوه كبيره لن يصمد امام هذه التحديات. طيب من ضمن التحديات ما يحدث في الحدود مع اليمن، كيف ستتعامل المملكه مع هذا الملف؟ انا اعتقد ان السعوديه ما زالت تتعامل مع هذا الملف بطريقه دبلوماسيه، هي ترغب في اي حل لا يلغي اي احد من اليمنيين. اليمنيين وقعوا في 21 سبتمبر بعد اجتياح الحوثيين لصنعاء اتفاقيه السلم والشراكه، لكن شاهدنا كيف ان الحوثيين وحليفهم علي عبد الله صالح يلغون السلم ثم يلغون الشراكه ويريدون ان يسيطروا على الحكم بشكل كامل فيما يشبه تحرك الاخوان المسلمين في غزه قبل اسقاطهم. يعني حضرتك شايف انه التعامل مع الملف اليمني او تعامل المملكه مع الملفات كالملف اليمني يعني سيظل وسيسير على نفس النهج اللي كان وقت الملك عبد الله الملك الراحل. طيب بالنسبه للملف الايراني، هو الملف يعني اللي بيطرح نفسه على كافه الصحف، العلاقه والتعامل السعودي وتعامل المملكه مع الملف الايراني. الملف الايراني حقيقه الجغرافيا هي تجبرنا ان تكون ايران جاره، وتجبرنا ايضا ان نتعامل مع ايران بطريقتها بمحاولتها اشعال فتيل الطائفيه في مناطق كثيره. موجود هذا الكلام في سوريا، في العراق، في لبنان، اليوم في اليمن كان في محاولات وقت الرئيس المخلوع مرسي، كان هناك قواعد عسكريه في السودان. اعتقد ان السعوديه هي اللي وقفت سد منيع امام هذا الغزو الفارسي ومحاوله السيطره وابتلاع جميع هذه الدول. الموقف الايراني ما يقويه هو هذا التخاذل الامريكي. الرئيس اوباما يخرج من فتره الثانيه بدون اي منجز، هو فشل في ايجاد حل في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني، اخراجه الجنود من العراق قائم فشل اخر. في سيرته في طوال هذه السنوات لا يوجد منجز غير اعاده العلاقات مع كوبا، وبالتالي هو يحاول مرة أخرى أن يكون هناك منجز آخر عبر الاتفاق النووي مع إيران. هذا يجعل الأمريكان يتعاملون بيد ناعمة ويتغافلون عن هذا التدخل الإيراني في مناطق كثيرة. طيب يعني عايزة أخذ حضرتك لصعود الجيل الجديد في السعود وفي الأسرة الحاكمة، يعني ابتدينا ان احنا نشوف انه في ظهور لهذا الجيل في المناصب الجديدة والمناصب العليا بالطبع. يعني كيف سيكون لهذا تأثير على مستقبل المملكة ومستقبل المنطقة؟ انا اعتقد انه مشاهدة الجيل الثاني او احفاد المغفور له مؤسس المملكة في مناصب عدة هو امر لم يبدأ اليوم، هو بدأ من عقود ماضيه من 30 او 40 سنه. رأسوا قطاعات كثيره، تولوا وزارات. احنا لدينا سعود الفيصل من اكثر من 40 سنه وزير خارجيه. اعتقد هذا الانتقال التدريجي من جيل الى اخر هو ما يضمن استقرار الحكم وبقاء المملكه قويه في هذه المنطقه المليئه بالصراعات. طيب يعني انا بشكر حضرتك استاذ عبد الرحمن الطريري الكاتب السعودي في جريده الحياه اللندنيه، يعني كنت معنا من السعوديه. انا بشكر حضرتك على وجودك معنا. في مصر اعلنت الرئاسه المصريه انها مش هتنسى المواقف المشرفه للملك عبد الله، كان ظهير قوي وسند للمصريين في وقت الشده. وفي نفس السياق اعلنت الحكومه المصريه انها بترجئ الاحتفال بثوره يناير حدادا على الملك الراحل.
على صعيد المشاركة في مراسم العزاء، فالصحف اهتمت بإبراز المتوافدين. شارك الأمير تميم أمير دولة قطر في جنازة الملك الراحل، وكان من أوائل الأمراء الخليجيين اللي وصلوا للمملكة، وده حسب اللي نقلته جريدة الحياة اللندنية. في نفس السياق، المملكة الأردنية الهاشمية أعلنت 40 يوم حداد على الملك الراحل. دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت عن صلاة الغائب على روح الفقيد في جميع أنحاء الإمارات، وده وفقا لجريدة البيان الإماراتية. تركيا أعلنت الحداد يوم واحد على فقد الأمة الإسلامية للملك عبد الله. كمان الرئيس الإيراني بعت برقية عزاء، وشارك كمان في التعزية الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون ورئيس جورج بوش، بعتوا برقيات عزاء في الفقيد. نيويورك تايمز وصفت وفاة الملك بأنها حدث بيدفع المنطقة للمزيد من الشكوك، وإن آل سعود أسرعوا في مراسم نقل السلطة علشان يأكدوا على سلاسة كل حاجة داخل أو كل الانتقال داخل الأسرة الحاكمة، وإن مفيش أي توترات، وإن كل الخطوات ماشية بثقة بعد وفاة الملك الإصلاحي اللي حكم المملكة في سن متأخر من العمر ولكنه أحدث الكثير فيها. واشنطن بوست من ناحيتها وفي تغطيتها اتكلمت عن عملية نقل السلطة، تشككت كتير في مستقبل المملكة بعد وفاة الملك عبد الله، وإنه أحدث فراغ كبير في وقت حرج من عمر المنطقة. اعتبرت واشنطن بوست ونقلا عن مصادرها إن الانتقال الثالث للسلطة ممكن يكون معناه إن في ترتيبات أبعد، وإن الملك سلمان مش هيظل في الحكم طويلا، وده على حد تقدير الجريدة الأمريكية. جارديان البريطانية نقلت كلمات الرثاء اللي قالتها لاجارد، كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، واللي رثت فيها الملك عبد الله ورثت دوره كداعم لحقوق المرأة. جريدة الشرق الأوسط السعودية نشرت النهاردة كلمة الملك سلمان للشعب السعودي، واحنا مهتمين ان احنا ننقل لحضراتكم المقطع ده منها. قال الملك سلمان في كلمته: انني وقد شاء الله ان احمل الامانة العظمى، اتوجه اليه سبحانه مبتهلا ان يمدني بعونه وتوفيقه، واسأله ان يرينا الباطل باطلا، ان يرينا الحق حقا، وان يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وسنظل بحول الله وقوته متمسكين بالنهج القويم الذي سارت عليه هذه الدولة منذ تأسيسها على يد الملك المؤسس عبد العزيز رحمه الله، وعلى أيدي أبنائه من بعده رحمهم الله، ولن نحيد عنه أبدا، فدستورنا هو كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال كمان الملك سلمان في كلمته: أيها الإخوة، إن أمتنا العربية والإسلامية هي أحوج ما تكون اليوم إلى وحدتها وتضامنها، وسنواصل في هذه البلاد التي شرفها الله بأن اختارها منطلقا لرسالته وقبلة للمسلمين مسيرتنا في الأخذ بكل ما من شأنه وحدة الصف وجمع الكلمة والدفاع عن قضايا أمتنا، مهتدين بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي ارتضاه المولى لنا، وهو دين السلام والرحمة والوسطية والاعتدال. بنقرأ لحضراتكم من كلمة الملك سلمان لأن كان فيها إشارة لنوايا المستقبلية تجاه المحيط العربي والإسلامي. الكلمة مع أنها مقتضبة ولكن بتشير إن المملكة ماضية في إدارة ملفاتها السياسية زي ما كان الأمر في وقت الملك عبد الله، وبنفس طريقته في محاولة لم شمل الفرقاء على بعض. طيب، إحنا معانا
الأستاذ تاج الدين عبد الحق من الإمارات، وهو رئيس تحرير شبكة إرم الإماراتية. مساء الخير يا أستاذ تاج. أهلا بك. كيف سيكون المستقبل للسياسات السعودية وسياسات المملكة في المنطقة؟ أنا أعتقد أن السياسة السعودية اتسمت تاريخيا بشكل من أشكال الثبات، لم تعرف في تاريخها تغيرات انقلابية، تغيرات دراماتيكية كما يحدث في كثير من الدول العربية. السياسة السعودية بنيت على ثوابت وضعها الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، واستمرت طوال تلك الفترة بنهج ثابت ومتغير بالتدريج، يعني ثابت لكنه يحمل روح التغيير، روح التحديث، روح التطوير المتدرج الذي لا يعرف الأشكال الانقلابية التي عهدناها في بعض الدول العربية. طيب أستاذ، ما حدث في السعودية. نعم أستاذ تاج، هل الوقت الراهن هل هو بالفعل مرحلة حرجة؟ يعني نقدر نقول أنه المنطقة يعني أو يعني وفقا لتقدير مثلا واشنطن بوست بتتكلم على أنه هذه هذا الانتقال. نعم، هي ليست مرحلة سهلة، هي ليست مرحلة سهلة لا على الصعيد الخارجي ولا على الصعيد المحيط الإقليمي ولا على الصعيد الداخلي أيضا. المرحلة صعبة والتحديات كبيرة. المملكة العربية السعودية تواجه تحديات حقيقية في المحيط، هناك يعني تحدي الإرهاب تحدي كبير. المملكة العربية السعودية في القلب من هذا التحدي، هناك استحقاقات كبيرة على المملكة للتصدي لهذه الظاهرة التي تتحمل، التي حملت المملكة وزرها في بعض الأحيان وحملت كلفتها في بعض الأحيان. هناك طبعا التحديات الداخلية، المملكة العربية السعودية قارة مترامية الأطراف، هناك تحديات اجتماعية، هناك تحديات اقتصادية خاصة في ظل تدهور أسعار النفط. التحديات ليست سهلة، لكن أنا على أعتقد أن التغيير الذي حدث بعد وفاة الملك عبد الله رحمه الله يعني تبشر، لأنه طعمت القيادة السعودية بجيل جديد، بجيل الشاب. يعني المؤسسة العسكرية والأمنية يتولاها الآن اثنان من الشباب، من افراد الاسره الحاكمه، يعني ولي العهد الامير محمد بن نايف، والذي تولى وزاره الداخليه، رجل معروف، رجل له تجربه مهمه في ميدان الامن. الامير محمد بن سلمان شاب تولى وزاره الدفاع ايضا. كل هذا يبشر بان المملكه ماضيه في التحديث بروح شاب، بروح جديدة. يعني حضرتك شايف انه هذا التصعيد قد يغير في سياسات المملكة؟ لا، احنا قلنا سياسات المملكة لا تتغير بين يوم وليلة، لا نتوقع هناك تغييرات كبيرة في المملكة، لكن الاشخاص انفسهم دائما يحملون روح التجديد. هناك يمكن تجديد، هناك يمكن تطوير، هناك تغيير في الاساليب، لكن في السياسات قائمه على ثوابت عاده. يعني برضو في قراءه حضرتك، ما هو الملف والتحدي الاكبر التي قد تواجهه المملكه في المرحله القادمه؟ التحدي الاكبر اعتقد انه تحدي الارهاب. التحديات الاقليميه المتمثله في التغييرات الصعبة الجارية في اليمن، الطموحات الإيرانية ستكون من التحديات التي تواجه المملكة، خاصة أن إيران
لا تخفي تدخلاتها في المنطقة، عندك تدخلات في البحرين، تدخلات في العراق، كل هذه وفي سوريا، كل هذه الأمور تفرض على المملكة تحديات كبيرة. فأعتقد أن المملكة ستكون في موقف فيه كثير من الشد في بعض الأحيان. الأستاذ تاج الدين عبد الحق رئيس تحرير شبكة إرم الإماراتية، يعني كنت معنا من الإمارات، أنا بشكر حضرتك على وجودك معنا في الصحافة اليوم. بعد الفاصل هنكمل مع حضراتكم جولتنا في الصحافة ونشوف ردود الفعل وتعليقات الكتاب على هذا الخبر الأبرز في الصحافة.